اهلا بكم في حلقة جديدة من الأجندة. اليوم هو الرابع من اغسطس للعام 2018. في فيلم طرزان لاسماعيل ياسين هناك اغنية باللهجة السودانية الطريفة تقول اظهر وبان عليك الأمان يلي وحشنا من زمان. تذكرت هذه الاغنية الآن لما قرأت خبرا يقول ان الحوثيين قد استبدلوا اسم مستشفى الشهيد العلفي في الحديدة باسم اخر والعلوفي لمن لا يعرف هو الملازم محمد عبد الله العلوفي احد ابطال الجمهوريه الذين حاولوا تصفيه الدكتاتور احمد حميد الدين في حركه مارس عام 1961 مع زميلي عبد الله اللقيه ومحسن الهندوانه اليوم الاماميون ينتقمون من العلوفي ومن النضال الجمهوري بمحو بمحو اسمه من الذاكره الوطنيه واسماء زملائه وغدا اذا تمكنوا واستقروا سينتقمون من كل شيء له علاقه بالجمهوريه وتاريخ اليمنيين وهم الان يعانون يعني يشعرون بالمعاناه في اخفاء هذه الرغبه ويشتاقون للحظه التي يطمسون فيها على الذاكره الوطنيه وتاريخ الحركه الوطنيه اليمنيه بالكامل ولهذا نقول لهم اظهر وبان عليك الامان احنا عارفين ما في راسك ونعرف انك مستعجل ومنتظر بشوق للحظة التي تستتب فيها الأمور لصالحك كما يزين لك شيطانك لكي تعيد يعني تراثك وتاريخك البائس ونحن بدورنا سنقوم بواجبنا الوطني والتاريخي والإنساني في نزع أقنعتك البراقة التي تخفي حقيقتك امام اليمنيين. هذه الحلقه تاتي في سياق الجهود النظريه لمواجهه المشروع الامامي والخطاب الامامي وعمليات التزييف الاماميه، تزييف الوعي اليمني. نحاول ان نسلط فيها الضوء على بعض تناقضات هذا الخطاب او في الحقيقه نكشف عن التناقض الموجود بين جوهر هذا الخطاب وبين شعارات هذا الخطاب فكونوا معنا. ثلاثة عوامل هي التي أعادت المشروع الإمامي إلى الوجود من جديد. العامل الأول خيانة الجمهوريين للجمهورية وتمكين الإماميين من رقبة الجمهورية. العامل الثاني كان الدعم الأجنبي الذي تلقاه الإماميون من الأشقاء والأصدقاء. العامل الثالث والأخطر هو بقاء جراثيم الفكر الإمامي والثقافة الإمامية تحت جلد الجمهورية طوال العهد الجمهوري هذا كان عامل ثالث في عودة الإمامة هذه الجراثيم الثقافية والفكرية كانت موجودة تحت سمع وبصر الجمهوريين طوال خمسين سنة ومهما كان دور الأشقاء والأصدقاء الذين وجدوا في الحوثي مشروعا مناسبا لإيقاف طموحات اليمنيين في التغيير والديمقراطية فدعموه إلى أن أسقطت الدولة والجمهورية ودخل صنعاء، مهما كان دورهم، سيظل دورنا نحن اليمنيين في عودة الإمامة هو الأخطر، لأن الحبة كما يقول المثل اليمني تفسد من داخلها، الحبة توكز من داخلها يقول ولولا أن الثقافة اليمنية والعقل اليمني تعرض للتسمم أو للتسميم والإفساد، ما استطاعت أي قوة أجنبية أن تضرب مشروعنا الوطني في الداخل. ولهذا ينبغي على النخبة اليمنية أن تكفر عن خطيئتها بتكثيف جهودها التنويرية لتصحيح الخطأ أو بالأصح الخطيئة اللي اقترفوها في حق الأجيال تحدثنا من قبل عن بعض خصائص الخطاب السياسي لمشروع الإمامة وكشفنا بعض أساليبه الماكرة وتناقضاته في الدعاية النفسية بين أوساط اليمنيين تكلمنا عن بعض الأقنعة التي يرتديها لإخفاء حقيقته البشعة، لكن مهما قلنا عن هذا المشروع في الماضي سيظل الكلام قليل في حكة، لأننا نتحدث عن مشروع هو الأخطر، هو الأخطر بكل المقاييس، بمقياس الزمن هو الأطول تاريخاً، بمقياس التأثير المدمر هو الأكثر تدميراً بين كل المشاريع السياسية في اليمن وخارج اليمن من وجهة نظري على الأقل. بمقياس القيم الإنسانية المشروع الإمامي هو الأسوأ على الإطلاق وصراعنا نحن اليمنيين مع المشروع الإمامي ينبغي أن يصل إلى مستوى صراع الإنسان مع الشر وصراع الصحة مع المرض هذا صراعنا التاريخي الذي لا يجوز التهاون فيه مهما كانت التضحيات وهذه هي مسؤولية النخبة اليمنية اليوم نخبة اليمنية من مثقفين وأدباء وفنانين وسياسيين وطلاب جامعات كلها كل هؤلاء عليهم هذه مسؤولية مقاومة هذا المشروع لأنه أخطر كما قلت على الإطلاق وينبغي أن يأخذ هذا الصراع مع هذا المشروع طابعا شموليا لا يقتصر على البعد العسكري فقط بل ينبغي أن يشمل جميع الأبعاد الممكنة طبعا في مقدمتها معركة الفكر وتحرير العقل اليمني من شراك الخطاب الإمامي هذه معركة مقدسة ينبغي تسليط الضوء باستمرار على أدوات هذا الخطاب على أساليبه على آلياته على نقاط تناقضه وفضح المتعاونين معه والساكتين عنه وخاصة من النخبة المدلسة هذا لابد أن يكون شغلنا الشاغل ومثلما ان المشروع ينتهز كل فرصه، هذا المشروع الامامي ينتهز كل فرصه ويخترع المناسبات اختراعا لكي يخاطب اليمنيين ويزور وعيهم، مثلما يفعل ذلك علينا كذلك ان ننتهز كل فرصه لمواجهه هذا التزييف. ودعوني اصارحكم يعني بالقول ان معظم الجهود الفكريه التي بذلها خصوم المشروع الحوثي في مكافحه فكرته وخطابه وثقافته معظم هذه الجهود كانت جدواها محدوده جدا لانها نفسها كانت تعاني من عيوب كثيره واصحاب هذه واصحابها اصحاب هذه الجهود لا يرغبون في تصحيح هذه العيوب ما عندهم رغبه في تصحيح عيوبهم ومشكلاتهم الفكريه خوفا على اوهامهم المقدسه من السقوط الذي يريد أن يكسب المعركة مع أصحاب الأوهام لا بد أن يتخلص هو نفسه من أوهامه أولا ما ينفعش ما ينفعش تراجم بيوت الناس وبيتك من زجاج كما يقول المثل أو تروح تبيع الماء في حارة السقائين كما يقول المثل الآخر المشروع الإمامي يقوم على ترسانة من الأساطير المؤثرة في عقول البسطاء اليمنيين فما تروحش تقاوم بترسانة من الخرافات العقل هو المهدي المنتظر لا سواه والعلم هو طريقته ولغته وليس الحكايات والروايات والله المعين في كتاب بعنوان المتلاعبون بالعقول يقول الكاتب الأمريكي هربرت فيشر يقول ان تضليل عقول البشر هو اداه للقهر، تستخدمها النخب السياسيه لتطويع الجماهير باتجاه الرك... ال... 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 اهدافها الخاصه. فيشر هذا يقول ان التلاعب بعقول الناس هو وسيله لقهر الانسان. وربما تتذكرون اني تحدثت في حلقه ماضيه عن كلمه فتنه، قلت ان كلمه فتنه في القران تعني قهر العقل. في المقام الأول قهر العقل عن طريق تضليله إيقاع في الشبهات وفي المشكلات وإيقاع في حالة حيرة وتردد تجعل لا يعرف الصواب من الخطأ والحق من الباطل وقلت أن مصطلح الفتنة الذي يستخدمه القرآن وتستخدمه الأدبيات السياسية مشتق من عملية فتنة الذهب بالنار كانوا الصاغح تبع الذهب إذا أرادوا تنقية الذهب من الشوائب يضعونه في النار إلى أن يتخلص من شوائبه وفتنة العقل تشبه ذلك، فتنة العقل هي تعريض العقل لشبهات قوية لا يحتملها أو لكم من المعلومات المضللة بخطاب مضلل تحرف العقل عن الصراط المستقيم إذا كلمة الفتنة تساوي عبارة التلاعب بالعقل او التلاعب بالعقول والتلاعب بالعقول فن فن يجيده عبر عبر التاريخ اصحاب المشاريع المشبوهه اكثر من يجيد هذا الفن فعلا اصحاب المشاريع المشبوهه اللي فيها شبه وفيها مشاكل مثل المذاهب الاماميه بكل درجاتها المختلفه وكان الاديب اليمني الكبير علي احمد باكثير قد لفت الى هذه المساله لفت الانتباه الى هذه المساله في روايته المهمه اللي اسمها الثائر الاحمر روايه الثائر الاحمر التي تتحدث عن ثوره الكرامطه في العراق الكرامطه طائفه اماميه علويه باطنيه كان لها طريقه ماكره في استماله عقول الناس وقلوبهم ثم تجنيدهم لصالح مشروعها السياسي على نفس طريقة الحوثيين نفس الطريقة اللي بيمارسوها الحوثيين اليوم كانت كان يمارسها الكرامطة في القرون الماضية والذي يستمع إلى كلام حمدان كرمط مؤسس الميليشيا الكرمطية أو يستمع إلى كلام عبدان صديقة في الرواية في رواية علي أحمد باكثير كأنه يستمع إلى عبد الملك الحوثي اليوم نفس اللغة نفس الخطاب والأساليب كلام في عن التحرر والعدالة وحقوق المستضعفين وما شابه ذلك نفس الخطاب ولهذا أنصح بقراءة هذه الرواية رواية الثائر الأحمر لعلي أحمد باكثير لأنها تكشف عن كثير من أساليب وتكتيكات الجماعات الطائفية المشبوهة اللي عندها مشروع مشبوه والحقيقه التي يعرفها كل من درس التاريخ التاريخ الاسلامي يعني هي ان الفرق الشيعيه بمختلف مستوياتها كانت وما زالت هي صاحبه الرصيد الاكبر في تضليل عقول الجماهير خبرتها في هذا الميدان تفوق خبره الماسونيه نفسها واللي يحب يعني يتاكد من هذا الكلام يطالع فقط كتاب مذاهب الاسلاميين في فصل الإسماعيلية والكرامطة للعلامة المصري عبد الرحمن بدوي عبد الرحمن بدوي مسوي مذاهب الإسلاميين كتاب كي وطريف وفي في في فصل الإسماعيلية والكرامطة في كلام عجيب عن طريقتهم في اصطياد المناصرين اللي يحب يرجع يرجع لهناك ويشوف من الأشطر الماسونية ولا الجماعة الباطنية حقنا ونحن هنا نتحدث عن مذاهب سياسيه طبعا وجماعات سياسيه لا عن مذاهب دينيه حتى لا يقال اننا نثير نزاعات طائفيه ونفتح يعني ابواب ما لهاش لازمه لا يعني بعض الطيبين والطيبات يظن ان الحديث في المذاهب هو حرف للبوصله عن وجهتها ويقول يقول لك احنا صراعنا مع الحوثيين صراع سياسي لا ديني، هذا كلام صحيح، الصراع في جوهره صراع سياسي لكن ادوات هذا الصراع ادوات هذا الصراع مذهبيه مذهبيه دينيه ولما نواجه هذا المشروع ينبغي ان نواجه بكامله يعني بجوهره وادواته. والحديث عن المذهب او عن المذاهب الشيعيه كلها هي ثلاث فرق شيعيه كبرى طبعا الاماميه الاثنا عشرية والباطنية والزيدية وكل واحد بعدين معه فرق خاصة صغيرة او طوائف صغيرة. الحديث عن الفرق الشيعية هو حديث عن مذاهب سياسية مذاهب سياسيه ما زالت تؤثر في حياتنا حتى اليوم، ما هوش حديث عن المذاهب الدينيه. ومن الغباء ان نتجاهل هذا البعد السياسي في هذه المذاهب، وهو اخطر ابعاد الظاهره الاماميه. وانا افضل ان استخدم كلمه امامي بدلا عن كلمه حوثي او كلمه شيعي، لماذا؟ لانه الامامه مشروع سياسي تاريخي معروف، اما الحوثي فهو مجرد فرقه من فرق هذا المشروع، لانه هذا المشروع معه فرق تاريخيه تظهر بين وقت واخر اخر فرقه ظهرت هي عندنا في اليمن هي الفرقه الحوثيه وهي اذا لم نسميها فرقه فهي طائفه حوثيه طائفه اماميه من الطوائف الزيديه الكثيره والمشكله مع المشروع مشكلتنا هي مع المشروع نفسه مش مع الفرق فقط يعني مش بس مع الحوثي وحده مع المشروع كله اللي بينتج لنا في كل فتره مشكله وكارثه وأفضل أيضا استخدام كلمة إمام أو إمامية على كلمة شيعي أو شيعية لأن الشيعة الشيعة تيار واسع فيه ما هو سياسي وما هو ديني وما هو ثقافي وإحنا ما يهمناش من هذا كله إحنا يهمنا فقط المشروع السياسي من هذا كله المشروع السياسي الذي يسمى الإمامة ما تعنيناش الأبعاد الأخرى الثقافية والدينية وكلمة إمامة يقصد بها الرئاسة الرئاسة السياسية والدينية. الإمام في الأدبيات الإسلامية هو رئيس الدولة. وعند الشيعة هو رئيس رئيس الدولة الذي يختاره الله وليس الشعب. يأتي عن طريق السلالة عن طريق المحبلة مش عن طريق الصندوق. والشيعة سموه إمام أو عموما الشيعة والسنة سموه إمام لأنه في المقدمة. مثل مثل امام الصلاه. والامامه عند الشيعه من اصول الدين او من اصول المذهب، يعني نحن امام نظريه سياسيه تاريخيه وتطبيق واقعي موجود عندنا يسمى الحوثي. في كتاب المتلاعبون بالعقول اللي تكلمنا عنه يبدا هربرت فيشر يبدا الحديث عن اداتين من ادوات تضليل العقول هما الاساطير والفقر. يقول لك هاتان اداتان او وسيلتان لقهر الناس الاسطوره والفقر. اداتين في تضليل العقل البشري بهدف التحكم فيه طبعا وهذا الكلام يصدق على المشروع الامامي اكثر من اي مشروع سياسي في التاريخ الإماميون فطنوا إلى دور الأسطورة ودور الفقر في تغييب العقل وتضليله من وقت مبكر ولهذا إذا قارنا بين مذاهب الشيعة وبقية المذاهب الإسلامية سنجد أن مذاهب الشيعة تتسم بأنها مذاهب ذات طبيعة أسطورية وخاصة المذهبين الاثنى عشري والباطني الزيدي أقل في هذا الناحية الأسطورة في هذه المذاهب حاضرة بقوة وكثرة صحيح أن المذاهب كلها لا تخلو من أساطير وخرافات وصحيح أن مذهب السنة مثلا يحتوي على نسبة من الخرافة لكنها نسبة هامشية عند السنة ليست في متن العقيدة الإسلامية في متن العقيدة السنية يعني قد تجد بعض قصص الخرافة في كتب الصحاح السنية مثل حديث النبي موسى مع الحجر والمطارده الطريفه اللي وقعت بين موسى والحجر، الحجر اللي اخذ ملابس موسى وترك عريان يجري وراه هذا حديث او روايه خرافيه واضحه وهناك نسبه لا باس بها من الروايات ذات الطابع الغرائبي او الخرافي في كتب السنه وفي كتب الصحاح. لكنها كما قلت نسبة هامشية لا تمثل شيء في متن العقيدة الدينية لمذهب السنة، ما لا توجه العقيدة السنية بالكامل يعني في الهابش على عكس العقل الشيعي والعقيدة الشيعية. العقل الشيعي معجون عجن في الأساطير والخرافات، معجون كذا يعني الأسطورة جزء أساسي في جوهره. الأسطورة هي التي تعطيه تعطي هذه المذاهب الشيعية قوامها. وطبعا الاسطوره غير الخرافه، الخرافه منتج عقلي بسيط منتج عقلي بسيط ممكن تخترعه عجوز غير متعلمه، جدتي ولا جدتك ممكن تسوي خرافه، ممكن تنتجها او حتى طفل صغير مثل قصص الحيوانات التي تتكلم او الحجاره التي تطارد الانبياء او الطائر الضخم الذي كان اسمه فور وبعدين تاخر عن تقديم الولاء والطاعه لآل البيت فعاقبه الله وضغط حجمه فصاروا يسمونه عصا فور، يعني الفور هذا عصا وبعدين حولها الى عصفور، هذه خرافه من خرافات الشيعه اللي بيقولوا عليها. هذه خرافات ممكن تنتجها العجائز. اما الاسطوره لا الاسطوره بناء عقلي مركب ذكي يعني يحاول تفسير ظواهر وجوديه كبيره او دينيه معينه. عن طريق مركب نظري كبير وأبطالة عادة بيكونوا شخصيات أقرب إلى الآلهة أو أنصاف الآلهة خلونا نضرب, نضرب مثل حي من عندنا من البلد مثل أسطورة الإمام الهادي ها؟ احنا استمعنا قبل أيام إلى أحد خطباء الدعوة الحوثية وهو يتحدث عن الإمام الهادي هذا الإمامي العجوز في هذا المقطع اللي هتسمعه تعالوا نستمع إليه وبعدين نتكلم عنه الإمام الهادي هو من يمثل الإسلام الحقيقي في وقته إذا كان أول من يمثل الإسلام الحقيقي محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته ثم الإمام علي ثم ثم إلى الإمام الهادي الإمام الهادي قد سمعتم كيف هو في العبادة قال بيسمع جموعه ويتساقط من خارج يسمع وجموعه من خوفها من الله سبحانه وتعالى هذا في المحراب وفي البيت إحنا يعني يعبد الله وفي المعركة كيف بطل أعده ذاك الذي يرحم الله برز برز له واجه يوم ما جاءوا استغلوا فرصة وكان الإمام الهادي واجهه ألف ألف مقاتل ألف مقاتل وراجلين ومئة فارس أهل الفرس وقف أمامهم وضربوا مثلا جاء في خمسة عشر نشاب أو وشو وثبت وثبت لهذا الأمة ألف ألف قاتل ومئة ومئة فارس هناك ناس استغاضوا من موقف الإمام الهادي واغتاظوا غيظ كبير فحصل ثلاثين فارس وأرادوا أن يبطشوا بالإمام الهادي بطشة كاملة وقدم مقتدرين لما وصلوا إلى عنده لحين يبست أيديهم وأصابهم الرعب الهادي الرسي جد الحوثيين ومؤسس المشروع السلالي في اليمن شخص عادي جدا 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 كان عباره عن قاتل من طراز ستالين الالماني عفوا ستالين الروسي وفرانكو الاسباني وهتلر الالماني من هذا الطراز هو جاء من الحجاز في ظروف يمنيه سيئه مثل الظروف التي ظهر فيها عبد الملك الحوثي هذا هو الهادي اللي بيسموه الامام الهادي وسوى نفسه امام وعمل مذابح لليمنيين الذين وقفوا امام اطماعه في القرن الثالث الهجري هذا هو يحيى الرسي الحقيقي التاريخي بكل بساطه لكن صاحبنا الخطيب الذي شفتوه صنع من هذا المواطن القاتل اسطوره لا تخطر على بال السينما الهنديه شخص واحد كما قال الخطيب واجه الف الف مقاتل وشويه فرسان الف الف مقاتل يعني مليون مقاتل واجههم الامام الهادي وحده وهزمهم جميعا وهذا طبيعي، لازم يهزمهم ما داموا كلهم مجرد اختراع اسطوري. كل واحد فينا يقدر يخترع مليون مقاتل ويهزمهم في خياله. الخطيب السابق هذا وثقافته ثقافته اللي يمتح منها التي يروي منها بيقدموا هذا الهادي القاتل هذا الجزار العظيم بيقدموا للناس البسطاء شخصيه اسطوريه خارقه. خارقه في كل شيء مثل حصان امرؤ القيس كنا نقرا في حصان امرؤ القيس في قصيدته الشهيره وهو يصفه شيء خرافي يعني مكر مفر مقبل مدبر معا كجلموط صخر حطه السيل من علي صاحبنا الهادي مثل الحصان هذا في الشجاعه يهزم مليون وشويه وفي العباده تسمع اصوات دموعه من خارج البيت وهي تتساقط على الارض مشهد يعني لا يحدث الا في افلام الانيميشن لانه في السينما الهنديه غير مطلوب مش معقول يفكروا في مشهد مثل هذا هذه هي الاسطره هذه هي صناعه الاسطوره علشان اغواء وتضليل الجمهور وبعدين لاحظوا كيف في الخطاب الامامي دائما يركزوا على بعدين في الشخصيه الاماميه سواء مع الامام الهادي ولا مع الامام يحيى ولا مع غيره يركزوا على بعدين في صناعه الشخصيه البعد الاول هو البعد الديني لازم يخلوه ورع،, ورع تقي مؤمن زاهد والبعد الثاني هو البعد السياسي في صفات القائد لازم يكون شجاع مقاتل يهزم ألف أين ألف كده احنا في مليون وذكي يعرف التدبير لازم يقدموا الشخصيه الاماميه بهذه الطريقه بهذا بهذين المركبين. طبعا بالبعد الديني بيحاولوا يرطبوا قلبك ويحننوه على الامام وبالبعد السياسي بيحاولوا يرهبوك ويستلبوا اعجابك اذا فيك عرق زنبيل. تماما مثل ما تصنع السينما الهنديه ومثل ما يحدث امامنا من سنوات في الواقع مع بطل الفيلم الجديد عبد الملك الحوثي. عبد الملك يقدم نفسه ويقدم حركته باعتبارها حركة المؤمنين الصالحين الذين يقتلون المنافقين الوحشين المشكويزين وتسمع في الشاشة يتحدث عن الإيمان بشكل كثير الإيمان والحق والآخرة والدين ويتلو القرآن ويطلع علينا في رمضان ويطلع في ليلة الإسراء والمعراج ويطلع في ليلة الصرخة ويكلمنا عن الدين وعن الله وعن الحق والباطل وكذا وبس مجرد ما ينتهي من الخطبه يدخل مكتبه ويبدا التوجيه للعصابه حقه، اخطفوا فلان، اذبحوا فلان، فجروا المسجد الفلاني، دمروا المسجد الفلاني، انتهكوا الحرمات الفلانيه، وظفوا الغانيات الحاليات الكويسات في خدمه المشروع السلالي وقوموا نصلي عشاء. هؤلاء هم قاده المشروع الامامي من زمان لليوم، هذه عادتهم. اعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد. في هذا المحور سنتحدث عن وسيلتين من وسائل التضليل التي يتبعها الخطاب الحوثي او الخطاب الامامي عامه. الوسيله الاولى حنسميها وسيله القناع. والوسيله الثانيه حنسميها وسيله السناره والدود. المقصود بالقناع ذلك الشيء الصناعي الذي يخفي تحته حقيقه غير صناعيه. يعني في المجتمعات الغربيه هناك نوع من الاحتفالات يسمى الكرنفال. وفي هذه الكرنفالات في الكرنفالات التقليدية يعني كان الأشخاص يضعون على وجوههم أقنعة لكي لا يتعرف أحد على أحد وكل واحد يتصرف براحته وإحنا شفناهم في مسلسلات الأطفال وغيرها هذه أقنعة حسية تخفي الوجه قناع محسوس يعني مثل هذا القناع الحسي يوجد مثل أقنعة معنوية أفكار أشبه بالقناع معروفة عند نقاد الأدب تحديدا يعني الناقد الأدبي يقول لك الشاعر فلان الفلاني اتخذ المتنبي قناعا يتحدث من خلاله وطبعا هناك أقنعة سياسية وأقنعة أدبية يعرفها كل من المحللين مثل القناع الذي يغطي يغطي به الحوثي على حقيقته طيب ما هي حقيقة الحوثي وما هو قناعه يا ترى نحن نتكلم في هذا ما هو القناع وما هي الحقيقه القناع هو اللي بيخفي الحقيقه لكن قبل ان نقدم جواب مباشر على هذا السؤال خلوني اخبركم عن الطريقه المناسبه لكشف القناع عن اي جماعه ترتديه بغرض تضليل الناس يعني كيف نكشف عن قناعها ما هي الطريقه لكشف القناع والحقيقه هي طريقه بسيطه كل جماعه سياسيه لديها حقيقه جوهريه ثابته تميزها عن غيرها من الجماعات السياسيه ولديها شعار دعائي ترفعه امام الناس طبيعه هذا الشعار عاده بيكون متغير متغير يعني مش دائم غير ثابت وسنشرح هذا المعنى بعد قليل هذه هي الخطوه الاولى في الكشف عن, عن التمييز بين الثابت والمتغير الكشف عن الثابت والمتغير لدى الجماعه اما الخطوه الثانيه فهي عرض المتغير على الثابت. شوف ما هو الثابت عند الجماعه وما هو المتغير وبعدين تعرض هذا المتغير على الثابت. فان كان بين المتغير والثابت تجانس واتفاق فذلك دليل على ان المتغير هو امتداد للجوهري للثابت. وان كان المتغير غير مجانس للجوهر الحقيقي فهو مجرد قناع لاخفاء الحقيقه. حنبسط الموضوع اكثر. يعني نبسطه اكثر على النموذج الحوثي عشان يكون واضح الكلام، اذا هو معقد يعني. كلنا نعرف ان الحوثي عباره عن جماعه مذهبيه، طائفيه، عنصريه. ما حد مختلف معنا في ذلك انه جماعه طائفيه طبيعي. مذهبيه طبيعي، عنصريه طبيعي ما حد يقدر ينكر هذا. ما حد يقدر يشك فيه. وكلنا نعرف ان هذه الجماعه ترفع شعار الموت لامريكا واسرائيل. طيب اين القضيه الجوهريه اللي ثابته؟ واين الشعار المتغير لدى الجماعه؟ القضيه الجوهريه عند هذه الجماعه هي قضيه الولايه اللي بيكتبوا عنها في الشوارع وفي المحاضرات بيتكلموا فيها. الولايه اي طلب الولاء والطاعه من الناس لائمه السلاله اذا الولايه هي القضيه الاساسيه والجوهريه في المذهب الحوثي الولايه وهذا معروف عند طلابهم اللي بدرسوا عندهم عندهم ثلاث كلمات في المذهب الاصطفاء والولايه والعلم لماذا قلنا انها هي الجوهر قضيه الولايه؟ لانها لا تتغير ابدا بمرور الزمان اما الشعار فهو يعني ممكن يتغير الشعار عندهم هنا هو معارضة دول الاستكبار والعدوان والاحتلال هذا الشعار متغير متغير زمني لماذا؟ لأنه الشعار قد يسقط إذا, إذا توقفت أمريكا عن عدوانها إذا توقفت إسرائيل عن عدوانها في هذه الحالة لن يجد الإماميون مبررا لرفع, لرفع شعار الموت لأمريكا وإسرائيل إذا رحلت،, رحلت, أمريكا عن المنطقة أو إذا زالت إسرائيل مثلا لن يجد الحوثيون أي مبرر لرفع شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وسيبحثون عن مشروع أو عن شعار آخر لكن المشروع سيظل كما هو إذا من هو المتغير؟ الشعار هو المتغير والمشروع باقي جوهر المشروع اللي هو الولاية باقي مهما حصل في الدنيا ستظل الولاية هي قضية القضايا في, 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 في المذهب الإمامي قضية ثابتة والجوهرية الآن نأتي إلى السؤال السؤال الذي سيضعنا على المحك هل الشعار المرفوع عند جماعة الحوثي من جنس القضية الجوهرية من جنس الولاية عندهم هل الشعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل امتداد للقضية الجوهرية بالطبع لا بكل تأكيد لا لماذا؟ لأن الولاية مسألة مذهبية عرقية تخص الإماميين وحدهم هذا الولايه الولاية قضية قضية كبيلة متعصبة لعرقها تطلب من الناس أن يعطوها الطاعة والمحبة بالرضا أو بالغصب فما علاقة هذا بمناهضة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي هذه قضية وهذه قضية هذه مسألة وهذه مسألة إذا نحن أمام مفارقة مضحكة لأن الحوثي وهو مشروع عنصري يستند إلى الدين يزعم أنه يقاوم مشروع عنصري مثله هو المشروع الصهيوني. هنا تنكشف اللعبه. هنا تنكشف اللعبه. كيف يمكن لشخص لا يؤمن بالمساواه بين الناس بين المسلمين ان يشعر بالاسف على مظالم الفلسطينيين؟ كيف يمكن لمن يمارس العدوان على ابناء وطنه وابناء عقيدته ويمارس عليهم عنصريه كيف يمكن لهذا؟ ويعتدي عليهم بالسلاح كيف يمكن لهذا ان ينتصر لهم من عدوان اخر هو من نفس طبيعته انت لما تقارن بين الصهيونيه والاماميه نفس المشروع نفس الافكار نفسها نفسها واحنا رصدنا اكثر من 21 نقطه اتفاق وتشابه بين المشروع الصهيوني والمشروع الامامي نقاط اساسيه في المشروعين اذا كيف ممكن؟ الامر فيه تناقض تناقض كبير يخفي خلف حقيقه اخرى هنا نكتشف ان الشعار مجرد قناع قناع دعائي يخفي حقيقه المشروع السياسي مش ممكن مش ممكن ابدا مش معقول ابدا تكون عنصري بتمارس القهر والعنصريه والاضطهاد على ابناء شعبك بقوه السلاح وتشتيت تصير تنصر ناس ثانيين يقولوا ايش؟ آه في المثل فاقد الشيء لا يعطيه إذا أنت ما عندكش عدالة مع أهلك كيف توهب العدالة لغير أهلك فاقد الشيء لا يعطيه هنا مفارقة تكشف أن الشعار مجرد قناع يخفي حقيقة أخرى في المشروع لا يريدون إظهارها أما الوسيلة الثانية لتضليل العقول في الخطاب الحوثي فهي وسيله السناره والدود الاول سميناها وسيله القناع هذه وسيله السناره والدود اخذت التسميه من المثل الصيني الذي يقول انا اصطاد السمك بالدود ليس لاني احب الدود ولكن لان السمك يحب الدود المثل الصيني بيقول هكذا الخطاب الامامي يوظف بعض الحقائق لاصطياد المناصرين وتجيشهم مثل ما يوظف الصياد بعض الدود لصيد السمك يطلع عبد الملك الحوثي على التلفزيون يتكلم كلام ويقول حقائق بعض يعني من هذه الحقائق انه امريكا هي ام الشرور والطغيان في العالم يقول ان النظام السعودي والاماراتي انظمه عميله لاسرائيل يقول ان النظام السعودي حارب اليمنيين في رزقهم وعيشهم ونهضتهم وكرامتهم ويقول ان النظام علي عبد الله صالح افسد البلاد والعباد وهذا الكلام كله صحيح هذا الكلام وغيره حقائق لا نختلف معه فيها لكن الحوثي يوظف هذه الحقائق مثل ما يوظف صياد السمك الدود للقطع علشان يصطاد المناصرين يوظف هذه الحقائق لصيد الناس فقط علشان مشروعه الحوثي يعزف على الوتر الذي يحبه اليمنيون وبعض العرب مع أنه يلعب في الهامش الذي يريده الأمريكان هو يتكلم على أمريكا ويهاجمها لكن هو في الحقيقة يلعب في الهامش اللي يحبه الأمريكان هامش الحرب على الإرهاب وهنا تكمن مفارقة أخرى تكشف حقيقة الحوثي هي أنه يرفع شعار العداء لأمريكا في خطابه و يحارب خصوم امريكا في الواقع. في الخطاب نحن ضد امريكا، في الواقع يحارب خصوم امريكا، الخصوم اللي تكرههم امريكا. مفارقه عجيبه فعلا تستغرب. يشتكي من امريكا ويحارب اعدائها. طيب كيف تعرف انه بيقدم خطاب زائف؟ كيف تعرف انه عبد الملك الحوثي بيضحك عليك في التلفزيون؟ هو الخطاب حقه اللي في الخطاب هنا شامل يعني من التلفزيون ومن غيره. تكتشف هذا وتكتشف ايضا أن قضيه فلسطين والعداء مع الصهيونيه مجرد مجرد سناره لصيد المناصرين كيف تكتشف هذا؟ بسيط شوف سلوك امريكا نفسها تجاهها اذا تشتي تعرف العدو شوف امريكا شوف موقف امريكا تجاه الحوثي وانت حتعرف من هو عدوها الحقيقي ومن هو اللي بيخدمها أمريكا لا تتسامح أبدا مع أعدائها الحقيقيين أبدا أعداء أمريكا الحقيقيين تغزوهم أمريكا إلى عقر دارهم مهما كانوا أقوياء أو بعيدين هكذا فعلت مع صدام حسين والنظام العراقي وهكذا فعلت مع بن والقاعدة هؤلاء هم أعدائها الحقيقيون لأنها راحت تضربهم بالصواريخ وبالطائرات وبتجيلهم تفتش عنهم بالحبة لكن ما الذي فعلته امريكا تجاه الحوثي اللي بيرفع شعار العداوه معها ليل ونهار؟ ما ماذا صنع الامريكان؟ الحقيقه التي يعرفها المتابعون والمختصون انه لولا امريكا لسقط الحوثي من زمان. بل لولا امريكا ما دخل الحوثي صنعاء اصلا. هذا الامر اصبح من الحقائق المسلم بها. كبرى الصحف الامريكيه افصحت قبل ايام عما كنا نعرفه في نحن العرب قالت أن إدارة أوباما كانت حريصة على إفشال الربيع العربي خوفا من الإسلاميين الإسلاميين السنة طبعا وهذا مش كلامنا هذا كلام المسيحيين أنفسهم بيتكلموا أنا جبت لكم كتاب بيتكلموا عن المسيحي اللبناني بيتكلم عن المؤامرة التي تحاك بالسنة فقط أما الشيعة مجرد حصان تركبه أمريكا بعلمهم أو بغير علمهم ونحن جميعا نعرف أن الحوثي كان مجرد أداة أداة لتصفيه الاسلاميين في اليمن وثوره فبراير. والامارات دعم الامارات للحوثي اصبح امر ثابت بالوثائق. الامارات اللي احنا جميعا نعرف من هي الامارات ومن تمثل. الامارات هي اسرائيل الثانيه في المنطقه. هي التي دعمت الحوثي وقدمته وطلع انور عشقي يتكلم وقال الوثائق موجوده عندي وتوقيع عبد الملك موجود عندي عن تفاهمات بيننا وبينه. والإمارات هي التي دعمت الإقصاء الفصيل الإسلامي الموجود في اليمن قد يقول البعض لكن لماذا سمحت السعودية بالحرب ضد الحوثي إذن؟ لماذا ساعدت أمريكا ساعدت السعودية في إصدار بعض القرارات الأممية ضد الحوثي؟ ولماذا تبيع للسعودية بعض الأسلحة لضرب اليمنيين؟ الجواب ببساطة لأن هذا كله يخدم أمريكا بقاء الحوثي يخدم امريكا. امريكا كما قلت في حلقه سابقه تعطي الشرعيه اليمنيه وتعطي الحلفاء تعطيهم الفضاء الدبلوماسي والسياسي وتعطي الحوثي فضاء الواقع. امريكا سمحت للسعوديه بخوض الحرب ضد الحوثي بشروط. هذه الشروط تحقق النصر للحوثي مش للسعوديه. اشترطت على السعوديه من خلال الامارات عدم دعم وتكوين شرعيه قويه علشان ما يتحكمش فيها الاصلاح اللي هو اقوى الفصائل او اقوى المكونات في الشرعيه وهو اقوى الفصائل اللي ممكن تلحق الهزيمه بالحوثي فتتوه ارادت جعل الحرب مجرد محركه امريكا مجرد محركه للطرفين اليمنيين الحوثي والاصلاح لكن بعد ما ينفذ مشروعه الحوثي عنده مشروع لازم ينفذه احنا تكلمنا عن هذا المشروع كثيرا ضرب الاسلاميين في الداخل وابتزاز السعوديه ومحرقا للمال الخليجي امريكا منعت الشرعيه ومنعت السعوديه من اقتحام صنعاء واقتحام الحديده لدواعي انسانيه كما قالوا وقدمت مبادرات تلو المبادرات لتسويه هدفها الحقيقي كان تسويه يعني انقاذ الحوثي مثل هذه المبادره الاخيره اللي قدمها غريبة أينما ذهبت ستجد أن أمريكا وبريطانيا وغيرها تدعم الحوثي بالطرق غير مباشرة. في حين أنه كنا ننتظر أن تهاجم بطائراتها كما تهاجم أفراد القاعدة في مأرب والجوف وشبوه وحضرموت الطائرات الأمريكية لا تطير ولا تحلق لضرب عبد الملك الحوثي ومطاردة أبو علي الحاكم وأشباههم، لا، هي تطارد فقط القاعدة الموجودين في 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 شبوه ومارب وحضرموت وهنا وهناك. هكذا تقدر تعرف من هو حبيب الامريكان ولذلك يحاول الحوثي التغطيه على هذه الفجوه بادعاء ان الطيارين اللي اللي بيحاربوه مع التحالف اسرائيليين وامريكان يقاتلون مع التحالف حتى لا يقول الناس ليش الامريكان ما بيضربوكش؟ ليش ما بيضربوكش مثل ما بيضربوا القاعده؟ كعدو مثل القاعده في حين انه هو الذي يحارب القاعده، هو الامريكان في صف واحد لحرب القاعده وكل خصوم امريكا بيحاربوا الحوثي تحت مسمى محاربه الارهاب بيعزف على الوتر او في الهامش بيلعب في الهامش اللي تحبه امريكا. وهذه الحقيقه مكشوفه لكل من لكل من له بصيره سليمه. تعالوا نتابع عبد الملك الحوثي في هذا المقطع وهو يصطاد المناصرين بطريقته المعهوده. عندما تحركت اللجان الشعبيه وطردت القاعده من ثمان محافظات يمنيه، غضبت امريكا جدا. وغضبت الدول الاوروبيه جدا واحتجوا اشد احتجاج وغضبت يعني دماهم وادواتهم الاقليميه كذلك اشد غضب لانهم هم يدعمون هذا الانتشار ثم يدخلون من خلال هذا الانتشار الى البلدان بهذا الانتشار لتلك الدمى تلك الايادي الاجراميه يضربون هذه الشعوب ينكلون بها تحت عناوين طائفيه وعناوين اخرى فتنويه لتمزيق الأمة وضربها وتمزيق نسيجها الاجتماعي وتفكيكها بالكامل حماية الوعي اليمني من أساليب المتلاعبين بالعقول هي وظيفة الإعلام الأولى بل هي وظيفة المثقفين المقدسة لأن أسوأ اعتداء على الإنسان هو الاعتداء على عقله على روحه وأخطر تلاعب بالعقول هو ذلك الذي يوظف الدين لخدمة أهداف طائفية أو عنصرية أو فردية إدخال العنصر الديني المذهبي أكرر المذهبي لأن العنصر الديني وحده مش مشكلة لكن المذهبي إدخاله في الخطاب السياسي هو خطر داهم ينبغي على الأمة أن تمنعه بكل حسم. لأن الخطاب الديني المذهبي يشبه المخدر الذي يعطى للمريض قبل أن يستأصل عضو من أعضائه الخطاب السياسي المذهبي يحقن المستمع بماده الاسترخاء والتسليم والقبول لكي يقوم باستئصال وعيه وهذا ما يفعله الخطاب الامامي طوال الوقت باسلوب ماكر وماهر الى هنا تنتهي حلقه اليوم نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله